أرحب بحضراتكم مرة تانية، جولة سريعة لأهم عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم. معنا للتعليق عليها الدكتور أسامة السعيد، نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار. صباح الخير يا دكتور، صباح الخير وأهلا يا أسامة. بحضرتك صباح الخير، والحمد لله على السلامة. الله يسلم حضرتك، أهلا بيك. أهلا بيك يا دكتور. نبدأ مع حضرتك من الأخبار. وشكري، مصر تتبنى نهجا لدعم كل الدول الإفريقية. أكد سامح شكري وزير الخارجية على أن مصر ستسعى خلال استضافتها المقبلة بالنيابة عن القارة الإفريقية للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ المقرر عقدها في نوفمبر 2022، وقال ان مصر هتبقى صوت او التحدث بصوت افريقيا اعلاء لتطلعات القاره في مواجهه التاثيرات ذات الصله بالتغير المناخي. اوضح انه خلال الاعوام القليله الماضيه انه بما شهدته طبعا القاره من ظواهر مناخيه قاسيه وتطورات بشكل كبير جدا جدا. خلينا نتكلم سريعا بقى بدون ذكر كل هذه التفاصيل. بالتأكيد مصر هتبقى صوت مصر، صوت إفريقيا في قمة المناخ القادمة، حدث كبير كلنا هنكون في انتظاره. في طبعا قضية مهمة جدا هي ضعف التمويل من الدول اللي هي أكثر زي ما بيقولوا يعني بالضبط، وإحنا في إفريقيا الأقل بشكل كبير جدا في الانبعاثات والأكثر تأثرا. صحيح. هل ممكن بعد هذه القمة نلاقي في تغير أو خلال هذه القمة تغير في هذا النهج من الدول، وفي استجابة طبعا من دول إفريقيا بناء على وجود التمويل؟ يعني انا اعتقد بدايه ان احنا بالفعل احنا مش منتظرين لسه هنبقى صوت افريقيا. احنا مصر فعلا بقت صوت افريقيا، واللي يراجع المواقف المصريه خلال السنوات الماضيه، الخطابات اللي بيلقيها سياده الرئيس في اكثر من محفل دولي في الامم المتحده وفي التجمعات الدوليه، يشوف ان مصر ما بتتكلمش باسمها، مصر بتتكلم باسم افريقيا كلها. انا اعتقد ان قمه الكوب 27 اللي جايه ان شاء الله في نوفمبر المقبل هي مناسبه فعلا مهمه جدا، لان زي ما حضرتك اشرتي افريقيا من اقل الدول اسهاما في الملوثات العالميه وارتفاع درجات الحراره في العالم، تقريبا 4% من هذه الملوثات بتنطلق من القاره الافريقيه، لان القاره الافريقيه ما زالت متاخره صناعيا، ما زالت غير متقدمه. الاكثر تلويثا طبعا هي الدول الصناعيه الكبرى، بنتكلم على الصين، على الولايات المتحده، على اوروبا. في المقابل افريقيا بحكم موقعها هي الاكثر تاثرا، لانه ارتفاع المد العالمي وارتفاع المستوى منسوب البحار والمحيطات هيؤثر على غرق الشواطئ الافريقيه، وبالتالي احنا امام معضله كبيره جدا. انا كقاره افريقيه بريء من هذه الملوثات وبتحمل مسؤوليه الدول اللي بتستفيد من هذه المنتجات، وبالتالي علينا ان احنا نحقق نوع من انواع العداله. وانا اعتقد ان هنا العداله لن تتحقق الا بضغط، بمعنى انه العداله فكره ان المبادئ الاخلاقيه والقيميه لن تتحقق. العالم والعلاقات الدوليه لا تعترف بالمبادئ الاخلاقيه في عالم اليوم، لكن تعترف بالمصالح الاقتصاديه، تعترف بالمصالح بين الدول والشعوب وبعضها البعض. افريقيا قاره واعده وفيها استثمارات كبيره ومطلوب باستثمارات كبيره. انا اتمنى ان يكون طرح من الاطروحات القادمه ربط الاستثمار في القاره الافريقيه بمساهمه الدول بالضبط في مواجهه تداعيات المناخ. هل تظن انه يكون في توصيات ملزمه للدول الصناعيه الكبرى المسببه للاحتباس الحراري، وهيكون ايه الضمانات عشان تلتزم؟ والله للاسف الشديد يعني حتى من مؤتمر باريس ومن المؤتمرات السابقه ما شفناش توصيات ملزمه، والدول الكبرى للاسف الشديد بتعمل وفقا لمصالحها. علشان كده بقول انه فكره التوصيات ستظل توصيات اذا لم تقترن بنوع من انواع الضغط، ونوع من انواع الضغط الايجابي. مش هنقدر نعاقب الدول الكبرى لانه في النهايه هي دي منظومه العلاقات الدوليه اللي موجوده في عالمنا المعاصر، لكن على الاقل لنستطيع ان نربط الاستثمار في القاره الافريقيه، وزي ما قلت في تنافس عالمي كبير جدا على الاستثمار في افريقيا، بسداد مساهمات هذه الدول ومساعده الدول الافريقيه على تجاوز تداعيات ازمه المناخ. وبالتالي مش هسمح لدوله الولايات المتحده او الصين او اوروبا انها تدخل وتستثمر وشركاتها تستثمر في افريقيا الا لما يكون ده مقترن بمشاريع تنميه. كمان الدول الافريقيه في حاجه ماسه الى هذه الاستثمارات، يعني الجانبين محتاجين. عشان كده لازم نحقق التوازن، لانه في كمان الدول المستثمره هي مستفيده، والشركات المستثمره شركات مستفيده، وبالتالي علينا ان احنا نحول الوين وين سيتويشن، ان احنا نكسب احنا الاثنين. انا هكسب من خلال الدعم اللي هاخده، سواء دعم فني او دعم مالي، او وكمان الشركات والدول الاوروبيه والدول الغربيه هتستفيد من استثماراتها في الدول الافريقيه. اظن كمان ممكن الرجوع للنسخه الاخيره من منتدى شباب العالم، كان في افكار مختلفه من شباب العالم المشاركين في هذا المنتدى. افريقيا بالمناسبه كانت حاضره، والصوت الافريقي كان واضح جدا في التركيز على النقطه ديت وارتباطه بقمه المناخ القادمه ان شاء الله. ان شاء الله. خلينا في نفس الجريده الاخبار، ولكن الوضع او المبادرات الصحيه في مصر. كنت في بدايه الحلقه وفي فقره الاخبار تطرقت الى مبادره 100 مليون صحه والكشف عن مرضى فيروس
الفيروس سي، وقد ايه كان ليها دور يا دكتور في تقليل اعداد الاصابات الحاده والوفيات من فيروس كورونا. نتكلم كمان عن مبادرات يعني ان شاء الله يتم اطلاقها قريبا مع توفير مراكز الفحص والعلاج لها، ثلاث مبادرات جديده للكشف عن سرطانات الرئه والقولون والبروستاتا. الصرافي 60% نسبه الشفاء، وعماد حماده تخصيص مراكز للفحص والعلاج. يمكن كمان الحديث الدكتور مصطفى الصرافي رئيس مجلس اداره الجمعيه المصريه لعلوم السرطان بيتكلم عن ضروره تجنب التدخين كواحد من اهم المسببات لسرطان الرئه وسرطانات المعده والمثانه البوليه. وكمان الحديث بقى عن كمان نرجع كده لورا، الكشف عن مرضى سرطان الثدي، وانه مرض السرطان بشكل عام كمان في مصر اصبح له علاج واصبح في نسبه كبيره للشفاء منه واهتمام الدوله بهذا النوع من الامراض. يعني انا اعتقد الحمد لله ان احنا فعلا قدرنا نحقق نقله نوعيه كبيره في مساله الكشف المبكر، والكشف المبكر حسب ما كل الاطباء والدراسات بتقول هو صمام الامان الحقيقي في مواجهه امراض السرطانات وبانواع المختلفه. الفحص والاكتشاف المبكر ده بيؤمن نسبه كبيره جدا من الشفاء الحمد لله. يكفي بس اضرب مثال بارقام انه مثلا فيما يتعلق بالمبادره الخاصه بالكشف المبكر عن سرطان الثدي، تم اكتشاف اكثر من 7000 حاله خلال الفتره الماضيه نتيجه المبادرات الصحيه اللي تم تبنيها برعايه سياده الرئيس. كمان ارتفعت نسبه الشفاء من هذا المرض الى 50%، وبالتالي ده معناه ان احنا الحمد لله بنسير في الطريق الصحيح. المشكله كمان في الثلاث انواع اللي ان شاء الله هتطلق فيهم مبادرات قادمه او بشانهم مبادرات قادمه، انه واحد منهم بقى يصيب الشباب، وبيصيب الشباب من سن 20 سنه، سرطان القولون، ودي مشكلة كبيرة. كمان مشكلة سرطان البروستاتا أكتر في كبار السن بعد 60 سنة، وبالتالي أيضا بيؤثر على شريحة مهمة من شرائح المجتمع المصري. المشكلة الأكبر كمان سرطان الرئة واقترانه بالتدخين، وللأسف الشديد نحن شعب مدخن وكثيف التدخين، احنا بنستهلك مليارات من السجائر سنويا. وأنا أعتقد أن دي مشكلة كبيرة جدا، لابد أن احنا ما تبقاش بس المسألة أن احنا نعالج أثار هذا التدخين، لا، لابد أن يبقى عندنا رؤية لعلاج الأمور من جذورها، وهو الحد من التدخين والإضرار الشخص بنفسه، ثم بعد كده إضرار بالمجتمع كله، لأن المجتمع هيتحمل مسؤولية العلاج، والعلاج مش مسألة سهلة، العلاج ده مكلف وبيستمر فترات طويلة. وللأسف الشديد وربنا يعافي الجميع، يعني سرطان الرئة طبعا من أخطر أنواع السرطانات. نتكلم كمان عن جانب توعوي في إطار هذه المبادرات، مش بس جانب كشف وعلاج. بالظبط، يعني وده المهم، ده المهم، لأنه زي ما قلت في كتير من الأمور ممكن تلافي الإصابة بالأورام من خلال نمط الحياة، من خلال مراعاة نمط الحياة الصحي، الالتزام بالمعايير الصحية، عدم التدخين، السمنة المفرطة، كل دي حاجات ممكن من خلال نمط الحياة نغيرها، وبالتالي نقدر نضمن. بالظبط، نقدر نضمن على الأقل بيئة أكثر مناسبة وملائمة لحياة صحية أكثر. طيب نذهب إلى اليوم السابع اللي هي على صفحة كاملة، صفحة 3 والمتحف المصري الكبير، طبعا إنجاز كبير إحنا كلنا طبعا في انتظاره، خصوصا بعد افتتاح الحقيقة متحف الحضارة، فكلنا دلوقتي أمنا بقت مرتفعة جدا، يعني إنجاز جديد على أبواب الاكتمال، 56 ألف قطعة أثرية شاهدة على الحضارة المصرية بالمتحف الكبير. رئيس الوزراء يتابع موقف التنفيذ، الانتهاء من تثبيت وعرض أكثر من 4700 قطعة أثرية من كنوز الملك توت عنخ آمون داخل 86 فترين عرض من أصل 107. العديد من الأرقام اللي بتبين نسب الإنجاز، دايما بنتكلم في نسب إنجاز ما بين 99% ل 100%، 99% إجبالي نسبة إنجاز الأعمال من موقع المتحف، 100% من القطع الثقيلة تم تثبيتها، 100% نسبة الانتهاء من أعمال الهيكل الإنشائي، 99% الانتهاء من التشطيبات الداخلية. بنتكلم إحنا كله خلاص يعني على أبواب هذا الحدث الكبير، يعني إيه اللي نستناه أو إيه المتوقع في هذا الحدث الكبير اللي هو خلاص يعني على الأبواب؟ يعني أنا أعتقد فعلا إن إحنا أمام حدث كبير وحلم، حلم كبير حقيقة. يعني الواحد كان بيشعر الحقيقة للعالم كله مش لمصر الحقيقة، كل العالم في انتظاره بغيرة شديدة لما بشوف متاحف في مدن في العالم تقريبا 70-80% من المعروضات فيها أثر مصرية، ويعني كل متاحف العالم الكبيره اللي احنا اللي العالم كله بينبهر بيها قايمه على اثارنا، وقايمه على حضارتنا، وقايمه على تراثنا. فبالتالي كان الواحد بيشعر بغيره ان احنا ما عندناش ده، ازاي ما عندناش متحف عالمي يضم اثار حضارتنا، اعظم حضارات العالم في على مدى التاريخ، ازاي ما يبقاش عندنا متحف بكل هذه المعايير بهذه المساحه. فالحقيقه المتحف المصري الكبير هيحقق لنا الحلم ده. احنا بنتكلم على اكبر متحف في العالم لحضاره واحده،
وما اعتقدش ان في حضاره في العالم تستطيع انها تعرض كهذا الكم من المعروضات غير الحضاره المصريه القديمه. اتمنى كمان لو الملك الذهبي توت عنخ امون يعني له نصيب بالاسد، بنتكلم على 4700 قطعه اثريه. انا عايز اقول لحضرتك انه مثلا القناع الذهبي لتوت عنخ امون بيصنف على انه اغلى قطعه اثار في العالم حقيقة. على مدى التاريخ كله احنا بنتكلم على قطعه واحده على مستوى العالم لوحده كقطعه اثريه لوحده، طبعا مبهر، والمعارض اللي بتتعمل في العالم كله بيزوروا ملايين في عواصم العالم. المشكله كمان والميزه اللي احنا بنفكر بيها والطريقه اللي بنفكر بيها في المتحف المصري انه المساله مش مجرد مبنى المتحف، احنا بنتكلم على تهيئه البيئه المحيطه بهذا فعلاً المتحف. التطرق بقى اللي احنا عايزين نتكلم عليه، يعني احنا يمكن كان عندنا المتحف في وسط طبعا المدينه، المتحف المصري العادي اللي احنا كنا بنروحه، لكن ما عندناش اجواء ما حواليه. دلوقتي احنا بنتكلم مش فقط في متحف لكن المنطقه كلها بتتغير، وبنرفع كفاءة المنطقة كلها. انت بتتكلمي على موقع مش موجود في حتة في العالم بجوار الأهرامات العجيبة الخالدة من عجائب العالم، وبنتكلم كمان على توفير كل وسائل الانتقال، محطتين مترو، مطار، ومطار سفينكس بيتم تطويره، رفع كفاءة الطرق المحيطة، رفع المناطق السكنية، كفاءة المناطق السكنية المحيطة، تهيئة الطرق وربطه بشبكات الطرق، بحيث ان السائح يجي ممكن يبقى نازل ترانزيت في القاهرة لمدة 4-5 ساعات يقدر يزور المتحف ويرجع مرة تانية ياخد طيارته. احنا بنتكلم على رؤية جديدة الحقيقة لتقديم منتج ثقافي ومنتج حضاري مختلف للعالم. بنتكلم كمان بقى على وجهة جديدة او ابهار جديد احنا متوقعينه الحقيقة بعد رفع سقف الطموحات في موكب المومياوات الملكية والأقصر ومتحف الحضارة. لا احنا بنتكلم بقى على اكبر متحف في العالم، بنتكلم على حاجة مبهرة في احضان الاهرامات، بانوراما تاريخية على مدى 7000 سنة. احنا بنتكلم الحقيقة على حدث العالم كله مترقبه. انا اتمنى ان المصريين يبقوا بنفس الشغف اللي انا بشوفه في الصحافة العالمية وفي وسائل الاعلام العالمية انتظارا لهذا الحدث. نشوف كمان بمناسبة عدد القطع الاثرية في المتحف المصري الكبير، الحقيقة الدولة بتبذل جهود مضنية لاستعادة كمان القطع الاثرية الموجودة خارج مصر وتسجيلها، وده كمان من الامور المهمة على ذكر ما حضرتك بتقول، بنشعر بغيرة لما بنشوف قطع اثرية بس مصرية بس ده حقنا، ده حقنا، وفي اثار وفي قطع وبتعرض للاسف في مزادات وخرجت بشكل غير شرعي، واتمنى ان احنا نواصل هذا النهج لان ده حقنا وده تراثنا ومش هنفرط في تراث اجدادنا. خلينا ننتقل الى جريده الوطن، انطلاق المرحله الثانيه من الموجه 19 لازاله التعديات على املاك الدوله. وزاره التنميه المحليه توجيهات للمحافظين بالتركيز على تعديات النيل والاراضي الزراعيه. يمكن التعديات يا دكتور اسامه يعني سرقت كتير من المساحات الأراضي الزراعية اللي كانت من أجود أنواع التربة في مصر، ولكن بتوجيهات رئاسية بإزالة هذه التعديات وعلى سواء على مجرى نهر النيل أو الأراضي الزراعية. احنا بنتكلم في الموجة 19 ده بيعكس حجم التعديات اللي كانت موجودة وحجم إرادة الدولة. يعني المسألة مش مجرد قرار انفعالي في لحظة وخلاص وهنتخلى عنه، لا احنا بنتكلم على موجات متعاقبة بقالنا حوالي 3 أو 4 سنوات مركزين جدا في هذا الملف. استطعنا فعلا إزالة العديد من التعديات على نهر النيل، يمكن سيادة الرئيس في إحدى المناسبات قال أنا عايز أرجع الوضع إلى ما كان عليه من 30 سنة، وده الحقيقة جهد كبير على ده بنفسه الملف ده. واعتقد ان هو الزخم الحقيقي والاهتمام الكبير هو مستمد من الاهتمام الرئاسي، متابعه سياده الرئيس وحرصه على هذا الملف ومتابعته الدؤوبه في كل تفاصيل والتطور اللي بيحصل فيه، ده كمان بيفرض مسؤوليه على المسؤولين والوزارات المختلفه انها لانها عارفه انها تقف قدام سياده الرئيس وهتعرض ايه اللي تم في هذا الملف. عن النتيجه. وبس عايز كمان اقول حاجه ثانيه، ان الدوله مش بتتعامل مع هذا الملف بنوع من انواع التعسف، لا الحقيقه اتاحت فكره التصالح لأنه في تعديات يمكن التصالح فيها، فبالتالي فتحت باب التصالح، ولكن في بعض التعديات لا يمكن التصالح فيها اللي هي بتؤثر على مجرى النهر أو بتؤثر على مشروعات الري والصرف، فبالتالي ده لا يمكن التصالح فيها. لكن طيب الناس بقى اللي عايز يتصالح ولا عايز يرجع حق الدولة ده يتعامل مع إيه؟ ده لازم يعامل بالقانون، وبالتالي هنا بتخرج بقى حملات استعادة أو إزالة التعديات والتعامل بكل حسم وحزم مع مثل هذه الأمور. وأنا أعتقد أن ده إعلاء لثقافة القانون واحترام القانون، ولابد أن تبقى الرسالة الواضحة لكل مواطن بيفكر دلوقتي يتعدى على حق الدولة، لا خلي بالك هتدفع الثمن وهتدفع الثمن مضاعف لمدى حق الدولة. بالمناسبة الدولة كمان بتخلق بديل، يعني هناك العديد من المدن السكنية الجديدة اللي بتتيح للمواطن ان هو ينتقل ويعيش فيها بدل ما يبني على الأرض الزراعية ويخسر نفسه ويخسر الدولة ويخسر أجيال جاية في المستقبل. فده كمان فكر استراتيجي، نظرة يعني مستقبلية للأمر. بنشكرك
دكتور أسامة السعيد نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار، شرفتنا ونورتنا الحمد لله على السلامة دكتور أسامة. يعني قايم من دور كورونا كان شديد شوية، بس الحمد لله تعافى. الحمد لله على السلامة. شكرا جزيلا.